الآن توجدوا مركز ثقافي بالقصر الكبير. المناسبة هي المحطة الأولى يعني لانطلاق مشروع هي المنتدى الجهوي للشيخ العلاج. هذه المحطة هو عبارة عن يوم دراسي بمقاربة مائية مستديرة، حضرها بعض الدكاترة والأساتذة وكذلك بعض الفاعلين الجمعويين. الموضوع المتناول فيها هو التنمية المستدامة المؤهلات والعراقيل. كان ذلك تحت شعار الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في نقاش الشأن المحلي. الشأن المحلي خدنا له ثلاثة ديال الأبعاد، هو البيئة والمآدب والتراث المادي. أقول المرجعية العامة ديال هذا المشروع هي كانت عبارة عن شراكة بين جمعية منتدى التنمية للبيئة والسينما والمسرح العرائشية، وكذلك جمعية منارة القصر الكبير للتنمية. هذه الشراكة اللي توجد اليوم بهذا المشروع، وإن شاء الله على قدم وساق حتى يعني نحققوا الأهداف أن نقول الكفايات اللي كنطرحوا بها، إلا أننا نعترف بأننا لن نستطيع تحقيق ما ينتظر كثير لعدة فكرات، ولكن للإشارة فقط دعوة عامة للفاعلين الجمعويين للمشاركة في المحطات المقبلة إن شاء الله، اللي غتكون المحطة الثانية غتكون في مكتبة وثائقية عبد الصمد في الهوي بالمغرب الجديد، المحطة الثالثة بالمركز الثقافي المرحوم بن عبود. نعم، إذا هذه المحطات كذلك غتكون عبارة عن أيام دراسية، وغادي يكونوا فيها فاعلين سياسيين من